سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم. اللي ما يقدر يتصل بنا الرقم الأخير اللي بصف إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة ومتبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله في نهاية الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف أزمة الوقود اللي جاي يعاني منها عدد كبير من المواطنين العراقيين بسبب استمرار هاي الأزمة بعدد من مدن وأقضية ونواحي العراق. من أيام تضرب أزمة الوقود عدة محافظات بالبلاد، إضافة إلى العاصمة العراقية بغداد اللي بها أزمة وقود هي أهمينا. الغضب عم الطوابير الطويلة اللي تنتظر أمام البنزينخانات، واللي انتقدوا بها المواطنين شركة توزيع المنتجات النفطية وحملوها مسؤولية التخبط الحالي بتوزيع الوقود ببلد نفطي مثل العراق. والدولة وناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع هواية لسراوات السيارات اللي دا تنتظر أمام محطات التعبئة حتى يعبئون مادة الوقود أو البنزين، وإغلاق العديد من المحطات الحكومية أبوابها قدام المواطنين بوسط استياء شعبي جراء تكرار هاي الأزمة. عبروا عراقيين عن غضبهم من تفاقم أزمة الوقود بوسط أجواء حارة بالصيف، واضطرارهم إلى أنهم يوقفون ساعات طويلة حتى يتزودون بالوقود بمشهد يتكرر من أيام. على الرغم من الوعود الحكومية لإنهاء الأزمة، لكن يبدو أن الأزمة شملت الخدمات اللي على تماس مباشر بحياة المواطنين، خصوصا الخدمات الصحية اللي يفترض أن يتم توفير الوقود إلها بشكل استثنائي وبدون التأثر بأي أزمة. أكدوا مواطنين من ناحية ربيعة أن فاد الوقود من سيارات الإسعاف خلال نقلها للمرضى بمشهد يبين لكم حجم الكارثة. خلونا نشوف. هاي عندنا مريض، ها واقفين هنا ساعتين يدور بنزين، والمريض موجود وحالته مخطرة، يعني محتمل أن يموت. حنا بربيع تحديدا، تمام، هاي بس قاعدين ننتظر يعبي بنزين وعلى حسابنا. زين، خلي يشوفون العالم، خلي يشوف مدير صحة، خلي يباعون يشوفون الناس. هاي حالتنا، يعني المريض إذا حاله حرجة يموت. ليش؟ لأن ماكو بنزين. صلوات. طبعا حكومة السوداني بعدها مستمرة بالذرائع اللي تقدمها حتى تبرر أزمة الوقود، عبر تصريحات مسؤولين بشركة توزيع المنتجات النفطية، من أزمة وقود السيارات الناجمة عن زيادة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تفضيل هواية من أصحاب المركبات التزود بالوقود بوقت المساء واللي سبب زخم على المنافذ التوزيعية. طبعا بيان الشركة أثار السخرية بين المواطنين بالشارع العراقي لتبريرهم تفاقم أزمة الوقود بهاي الأسباب اللي هم وصفوها بسطحية، الأمر اللي عدوه مهزلة فاضحة، خصوصا أنه مبيعات النفط لشهر تموز بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، وأنه كمية صادرات النفط الخام زادت عن 100 مليون برميل، وتأثرت أغلب المحافظات العراقية بأزمة الوقود، لا سيما نينوى اللي أظهر مقطع ثاني من هناك توقف إحدى سيارات الإسعاف بسبب نفاد الوقود وهي بطريقها توصل مريض الوحدة من المستشفيات بالموصل. هذا الشيء اللي جبر ذوي المريض أن يشترون البنزين لسيارة الإسعاف حتى تقدر توصل مريضهم للمستشفى قبل لا سامح الله يروح من إيديهم. خلونا نشوف. يعني هسه واحدة من حالتين، اللي عنده مريض يا أبو الإسعاف راح يسأله عندك دبة بنزين أخوي، يا أما المريض يسأل أخوي عندك بنزين بالسيارة لو نشتري لك قبل ما تجي حتى يطمئن أبو، يعني ذوي المريض يطمئنون ويقدرون يوصلون مريضهم إلى المستشفى. هاي بيا دولة بالعراق؟ شنو العراق؟ بلد نفطي، بلد غني، بلد بمصافي وبآبار نفط وحقول. هاي الحال دا تشوفوها بالعراق بيا سنة بال 2023، هذا الحال شفناه بالحرب.
أو ما بعد الحرب وما بعد الاحتلال وصارت صراوات، وحتى بذاك الوقت ما صارت أزمة هيج، حلوها فردي زوجي ومشت الأمور لأنه الناس خافت. أما اليوم إحنا بال 2023 وراء 20 سنة وراء خروج القوات الأمريكية وراء استلام العراقيين الحكم وراء ما جتني الأحزاب الإسلامية وحكمتنا وراء ما صار هذا كله ورجعت حركة الطيران ورفع الحصار وصار كل شيء تمام ومثل ما هم وعدوا أنه راح يكون العراق نموذج بالفشل عكس اللي هم قالوا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من فيسبوك من وعد الشيت يقول: أنتم لا تعاتبون سائق الإسعاف، يجب محاسبة المسؤولين الكبار من مدير صحة ومدير مستشفى، بس للأسف من أمن العقاب ساء الأدب. لطيف كاظم: واقع جدا مأساوي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسين العراقي: قصة حقيقية، الله شاهد، فد يوم ودينا مريض بسيارة الإسعاف وبنشرت بالطريق، ولما نزل السبير وجد أن السبير أيضا بنشر، بنشر يعني بخلل، التاير ما يقدر يمشي، ما بهوى. ضام العبيدي يقول: جليكان جليكانين ما يأثرن على جليكانات الدولة وجماعة الدولة وابن عم اللي يشتغل بالدولة وابن خال اللي يشتغل بالدولة وابن خال الخياط اللي خيط بدلة العرس اللي يشتغل بالدولة هم يعني يحصل، بس مواطن ما يحصل. هاي واحدة من مشاكل العراق النفطي، العراق الغني اللي بيه ميزانيات انفجارية واللي الشعب ما شاف شيء من هاي الميزانيات الانفجارية. احنا نعرف عندنا ميزانيات 80 و90 و100 مليون دولار وأرقام مهولة، ولو نفكر بهاي الميزانيات تلقون دول متقدمة ما عندها ربع ميزانية العراق، وذيك الدولة عايشة ومتقدمة وتكنولوجيا وخط إنتاج وما عندهم بطالة وعندهم توليد طاقة كهربائية وعندهم مي وعندهم كل شيء وعندهم رفاهية المواطنيهم، بس بلدك اللي بيه ميزانيات انفجارية، شعب فقير مظلوم مظنوك دايخ بحياته ما قادر يعيش، لأن لا وظيفة لا راتب لا حقوق لا أساسيات لا أكو شيء اسمه عيش كريم، وعايش بمدينة هي أسوأ مدينة للعيش، ويمتلك جواز هو أسوأ جواز بالعالم، ويمتلك حكومة هي أفشل حكومة بالعالم، ويمتلك أموال هو ما شايف من عندها شيء، وعنده مشاريع بس هاي المشاريع وهمية، وعنده خطوط بس هاي الخطوط ما تنتج، وعنده مصانع بس هاي المصانع متعطلة، وعنده أراضي يقدر يزرعها بس ما يقدر يزرع لأن الحكومة ما دارة بال الزراعة، وعنده نهرين النهرين جفت لأن الحكومة ما اهتم بيها، وعنده كل شيء بس كل شيء ما عنده. هذا هو حال العراقي بالحصار، ما عاشوا العراقيين مثل ما يعيشون اليوم هسه، بالحروب ما عاشوا العراقيين مثل ما يعيشون اليوم هسه مع الأسف. ذكرت بكلامي أنه العراق بكل شيء من ضمن هالمشاريع الوهمية، هسه راح نحكي عن المشاريع الوهمية اللي بلشت بالعراق واللي عرفوها العراقيين وراء الغزو الأمريكي للبلاد واحتلالهم للبلاد سنة 2003، واللي سببت خسائر بمليارات الدولارات نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع بالدولة وأخذ الأموال دون وجه حق من الآخرين، إعطاء أموال دون إكمال تلك المشاريع. قبل ما أكمل هاي المشاريع عندي اتصال، منو جاي؟ محمد من أمريكا، حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وحي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. من 2003 لحد الآن هم دول الأحزاب ذيول إيران تدمير العراق. نعم. لا صحة لا علم لا هاي، قسما بالله ملتهين يبوقون يودون خوالهم العجل، أحسن هم اللي مسوين أزمة قسما بالله، هم البنزين والنفط يهربوا لإيران يودوا لإيران، هم الميليشيات مالتهم الحشد وغير الحشد، هم دمروا البلد عمي، هم سووا العراق قسما بالله، هي أمريكا مو جابتهم والله، لا حشاك لا طيح حظ حظهم، هم هذول دول حشاك دول خنازير السلطة عصابات مافيا دول قاعدين بالنجف، نفس الحالة تدمير العراق قسما بالله، لا علم لا صحة ولا حتى الزراعة هون،
حتى يوم خير يروحوا لايران يفتحون الماء للعراق. جايبينهم 6000 الف ايراني زاير قذر جاي من ايران جاي يزور جاي يغلطون على سيدنا عمر. لكم تتواصلون مع ما سيدنا عمر يا ايها الانجاز. اخ محمد يعني احنا ما نريد ندخل بهذا الباب، ارجوك وارجو المتصلين اللي راح يدخلون، لا نحكي بطائفيه ولا ندخل بالطائفيه. هذا مشروع، بس اسمعني اخويا محمد، هذا مشروع، هذا المشروع الطائفي مشروع امريكي ايراني فارسي صهيوني حتى يفتتون لحمه هذا البلد، فخلونا نبتعد عن هذا المشروع ونرفضه رفض قاطع، لانه لا لنا علاقه بهذا الشيء ولا نفكر بالطائفيه ولا نحكي بالطائفيه. لانه اخويا العزيز اذا انت حكيت انا لازم انطي مجال لغيرك يحكي، إذا أنت حكيت بهذا الباب غيرك راح يحكي بغير باب وراح نبتعد عن الواقع. خلونا بالواقع أستاذ العزيز، هم جماعتهم هم اللي يدزوهم، مو شعب العراقي، هم جماعتهم تابعين للإعدام، مو الخايبة البصرة وأهل الناصرية أخواننا شرفاء الأبطال، مو هذول شرفاء يطالعين ضد الإيرانيين ذول قاعدين كربلاء والنجف. ذول شرفاء مو ذيول إيران، ذول الذيول، أنا أحكي عن الذيول، مو الخايبة الشرفاء. نعم غير على العراق. نعم تحياتي لكل قناه الرافدين البطله. نعم شكرا لك اخ محمد. طبعا صار تاخر المشاريع وبالذات الاستراتيجيه منها هو عاده مالوفه بالعراق. السبب يرجع الى خليط من الفساد والعلاقات المعقده اللي تقود بالنهايه الى غض الطرف عن المتورطين بتلكؤ هاي المشاريع وبالتالي استفحالها بالمجتمع. ومن بين هاي المشاريع المتلكئه مشروع جسر كونكريتي بناحية العقيقة بمحافظة ذيقار واللي بددت كافة أمواله من دون أن يرى النور حتى يبقى شاهد عن فساد من تولى حكم المحافظة. خلونا نشوف. إلى رئيس الوزراء الشروقي، رئيس وزراء الأطار وحزب الدعوة، إلى محافظنا الصدري وقائم مقامنا البدري، إلى نواب النجف المستقلين والمتحزبين، أنا واقف بنص جسر السوارية. جسر السوارية الفل شو برمضان صار 4 أشهر. جسر السوارية اللي الشركة حطت كرفاناته وسبالتها ولا فختاية ولا عصفور بالشركة. جسر السوارية اللي بس صور. جسر السوارية 4 أشهر الناس معاناة وذلة ومهانة كلهم ولا مسؤول اجى، فقط طقوا صور وراحوا. 4 أشهر من التفنيش، تكلفة الجسر مليار، بس هاي الدنقة، بس هاي الدنقة، يدري المحافظة وما يدري. يا الله، سمعنا اكو اجتماع هنا لمناقشة التلكؤ بمشروع الجسر. يا فيديو كان بيخلل، الفيديو اللي دا يحكي عليه هو هذا. هذا عندنا جسر كامل، جسر كونكريت عوزه شغلات بسيطة. أنا أسأل كمواطن، الموازنات الانفجارية وينها بالمحافظة؟ صندوق عمار ذيقار وينك؟ مو هاي ناسكم ولا؟ أنتم من الصين، من اليابان، أنتم منين؟ مو عراقيين؟ أنتم مولد عشائرنا؟ ما تحسون؟ روحوا شوفوا الغربية، الله يحفظهم، شوفوا محافظة الموصل 5 سورة بسنة واحدة. كل سنة يبنون 5 سورة، وإحنا هذا جسر بسيط كامل، عوزة شغلات بسيطة بس دليك. شوفوا حاله، نمشي على الجسر واليوم سوينا قدر، سوينا قدر يا مرتضى علي، سوينا قدر اليوم هذا. اي والله صار قدر عمل اليوم مدري شلون خلصت هاي ارواح. يعني احنا الا يصير قدر مثل المستشفى الحسين واحترقت التلفونات وراحت العوائل، هم يطيح سيارة وبعوائل واطفال اللي نفزع تفزعوا الحكومة، احنا جاي ننبهكم بالمجان. كم مرة ناشد علي؟ 5 مرات 6 هذا واقف علي انا، يا معودي لا اسوي لك كارثه، يا معودي لا اسوي لك كارثه. استجابتهم شنو؟ يجيب لك خشبات ويدقدقي، وهذا جسر بصفي عين، هذا ما يصير بإشكالات. اسوي جسر بصفي. انت مو متفضلين، انت المسؤول اللي شوف، انت مو متفضل، انت عندك سلطه ومال كل اللي عندك، انت جاي تخدم الناس، مو متفضل انت. زين من تعبر انت وعائلتك ما تشوفه؟ ما تستحون؟ ما تخجلون؟ هذا حالنا هسه اليوم، كان راحت بيه جسر كامل المساند والصبات، بس يحتاج كم مسند هنا وينصب الجسر فوقه ويكمل. اما المشروع اللي وراء اللي شفتوه قبل شوي واللي راح نشوفه هسه، هذا المشروع
هو جسر السوارية. طبعا تلكؤ المشاريع اللي أخذت بس الاسم منها بحسب مراقبين حتى تنحال وراها إلى شركات أقل سمعة إلى أصغر، إلى أن توصل بالنهاية المطاف إلى مقاول ينفذ هذا المشروع بشكل سطحي بدون حساب وكتاب، وبالمحصلة مشاريع متلكئة وطويلة الأمد بفعل التهاون والفساد. ومن أمثلة دوامة الفساد هو جسر السوارية بقضاء المشخاب. هذا الجسر من المفترض أنه هو انحال إلى الشركة، وجود ثورة إعمار بمحافظة النجف وحيل إلى شركة مقاولات تركت موقع العمل، شالت الآليات، ما أنجزت شيء سوى صبة واحدة أو أساس صبة. خلونا نشوفها. إلى رئيس الوزراء الشروقي، رئيس وزراء الأطار وحزب الدعوة، إلى محافظنا الصدري وقائم مقامنا البدري، إلى نواب النجف المستقلين والمتحزبين، أنا واقف بنص جسر السوارية. جسر السوارية الفلشو برمضان صار 4 أشهر. جسر السوارية اللي الشركة حطت كرفاناته وسبالته ولا فختاية ولا عصفور بالشركة. جسر السوارية اللي بس صور. جسر السوارية 4 أشهر الناس معاناة وذلة ومهانة كلهم ولا مسؤول إجه، فقط طقوا صور وراحوا. 4 أشهر من التفنيش، تكلفة الجسر 1 مليار، بس هاي بتنقي، بس هاي بتنقي. يدري المحافظة وما يدري. يا الله، سمعنا اكو اجتماع هنا لمناقشة التلكؤ بمشروع الجسر. يا الله، اخوان، اخوتنا المهندسين، ولا واحد. استاذ عبد الخالق وهيئة الاعمار بالنشخاب، ماكو. مسدود السبالت والبخيخ، قال شو ماكو؟ مشاريع صورني يا عطواني، وين عطواني اللي يفزع عنه؟ هاي هي مشاريع العراق. اكو كرفانات، اكو تخطيط، اكو مهندسين اشتغلوا، بس ماكو اللي نفذ. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي العراقي: الطرق والجسور شنو شغلهم لو بس ياخذون ضرائب من الناس؟ ملايين تريد لك وزير أو مدير دائرة شريف، ماكو مع الأسف. عقيل فيصل الغزي: صندوق إعمار ذي قار، شي يصير من يخصص 1 مليار من التريليون اللي عندهم؟ قحطان الإبراهيمي: المضحك بالأمر أنه القطيعة أرض نفطية بمعنى ثروة، وجسر ما يكملون أشقد عيب. جمال الشمري: كارثة والله، دولة أرضها ذهب ثروات طائلة، بس للأسف مو بأيادي أمينة. فكانت هاي تعليق الناس على هدر المال العام بسبب المشاريع الوهمية وبسبب المشاريع المتلكئة. طه من الموصل، حياك الله العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية نشكر كادر قناة الرافدين، ونشكر الإعلاميين والفنيين والإداريين كافة، حياك الله، على هذا البرنامج صوت العراقيين. أستاذ العزيز، عندي شغلة صغيرة. قول. ونتمنى تتطرقوا لها بالإعلام والمناشد السياسيين، الناشد، جميع السياسيين. عندنا مختطفين الرزازة. نعم. اللي من 2015 ما نعرف كل شيء عنهم. 1800. 1800 واحد، نعم. 1800 واحد من الشسمه، من الأنبار، من نينوى، من صلاح الدين، وأعمارهم تتجاوز من 13 إلى تقريبا 70 سنة. لليوم ما نعرف عنهم شيء. فنطالب المسؤولين، نطالب قناتكم الموقرة. نعم. اي والله استاذ العزيز. تدلل ولو يعني انا مو اريد انتقص من الموضوع، بس برنامج صوتكم على مر السنوات، يعني المختطفين بشكل عام، مو بس مختطفين سيطرة الرزازة، هم موجودين بالبرنامج، وتدلل تأمر امر ان شاء الله. رحم الله والديك استاذ، يعني هذه والله من عائلتي من الموصل. تأمرون وكلفوني وأمنوني، ويعني 8 سنوات ما نعرف عنهم كل شيء. وصل لهم سلامنا، وقل لهم إن شاء الله تتدللون. بس قناة الرافدين متواصلين وياه، وهي قريبة من المواطن. واجبنا هذا، واجبنا أخطاها، واجبنا. والله يسلمكم ويحفظكم كإعلاميين وكلم المدير والله يعزك، يرحم والديك اخوي العزيز. وممنوني. ممنونك، اشكرك. استغربوا مدونين من ابناء محافظه ذي قار
حجم الاهتمام بمشاريع النافورات اللي تتنفذ بشكل مستعجل ودون مراعاة الشروط حتى تحسب على المواطن مشروع عملاق وبتكاليف باهظة. ومصادر محلية تقول أن سوء تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة وراء إنجازها بمحافظة ذقار هي جملة من الأسباب، من بينها سوء اختيار الشركات اللي تنفذ هذه المشاريع وشبهات وصفقات الفساد بإحالة المشاريع على الشركات وتدخل بعض الأحزاب والنواب بهذا المجال، لأن كلهن مشاكل أدت إلى فشل هذه المشاريع. تحولت مشاريع النافورات البائسة إلى مشاريع تفوح منها رائحة فساد ملايين الدناينير ورما تركت المياه راكدة بها بسبب عدم التشغيل. خلونا نشوف وحدة من هاي النوافير اللي كلفت ميزانية الدولة ملايين وحالها هذا. السجار هذا الزنجر هذا طاح الستيل مال هذا الحديد الزنجر. معقول هذا ماي؟ ما معقول. هو هذا. علاج هذا جايبينه جديد. شنو رأيكم بهاي النافورة؟ هسه إذا يجي واحد يقول انظروا نوافير العراق الشوكولاتة في داخلها، لا حبيب قلبي، هاي مياه راكدة، مياه ريحتها معفنة، غير الروائح الأمراض والميكروبات اللي تنشرها. راح نبقى بمحافظة ذقار اللي تحول اسم محافظها بحسب أبناء مدينة الناصرية مركز المحافظة من محمد هادي الغزي اللي هو محافظ ذقار إلى محمد نافورة بسبب حجم الفساد اللي يشوب تنفيذ مشاريع النافورات بمدينة الناصرية والمبالغ الضخمة اللي تبددت على هاي المشاريع من دون أن تخصص هاي الأموال إلى مشاريع حيوية تنتشل مدينة الناصرية من واقعها الخدمي المأساوي والتعبان إلى واقع أفضل. انتقد ناشط من الناصرية الحالة اللي انتهى إلى مشروع نافورة بالحديقة العامة بين منطقة الحي العسكري ومنطقة الصالحية ورما تحولت النافورة إلى مستنقع للمياه الراكدة والآسنة ورا ما يقرب من شقد شهرين بس على افتتاحها. خلونا نشوف. يعني غير اكو متابعه، غير اكو مسؤولين بالمحافظه، غير اكو واحد مسؤول من يشوف يعرف معاناه الناصريه. زين هاي الحديقه هاي ملايين، هاي بحي الاسكري الحديقه هاي صارت ملايين. يا اخي ليش حديقه حلوه وكامله ليش تهملونها؟ مو اكو حارس، مو اكو فلاح هنا، مو اكو واحد يشغل هاي النافوره. زين فلوسنا هاي ليش بايدينهم؟ زين غير رجت بدماء الشهداء هاي، زين غير العالم شباب الناصرية ضحت بدمها على اليمن، غير يعمرون المحافظة، زين هيك المحافظة، زين الله أكبر هيك صار لها شهرين فتحوها قبلون هاي الخيسة هيك. زين غير اكو بلدية، غير اكو شعبة حدايق، ماكو مسؤول شريف. عم ليش هيك؟ حرام عليكم. زين انت المسؤول ترضى حديقتك مال بيتك هيك تسوي بيها؟ مو اجل حدا لكم اجيب لي اشتاب ميتة وادبها بالمطابخ مالكم. عم استحوا استحوا. فلوس العراق مو مال حرام، لكن المشكله اللي تصير تعرف وين؟ ناشط يقول هنا ماكو حارس، لا انا اقول لك ماكو. ماكو واحد ينظف، لا انا اقول لك ماكو. ماكو واحد يشغل، انا اقول لك ماكو. تدري ليش؟ لانه نسبه البطاله بالعراق مصيبه، فاذا شغلوا لك حارس واحد ينظف واحد يشغل النافورة ذن ثلاث رواتب على مدة سنة 12 شهر، يعني 36 راتب بالسنة يدفعوها لثلاث موظفين. هم ما يطون رواتب للموظفين، فشون يعينوا لك ثلاثة؟ فكر بهاي الناحية. هاي المشاكل الناشط وآني اللي حكيتها ننقلها للمواطن اللي انت لما تفرح تشوف مشروع فكر وراها ايش راح يصير، لان هو هذا الحال. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من فيسبوك أبو علي: تبذير بأموال العراقيين بدون فائدة، الناصرية فقط صرف وأرباح ما أنزل الله بها من سلطان. سيد أحمد الحوزي: كل المشاريع تخرب لأن لا صيانة لا متابعة لا حساب، فلوس بالشط. وريماس أحمد تقول: أكيد هيك يصير وضع جميع النافورات بالناصرية لأن شغل مو صحيح بدون ماطورات تدوير المياه أو تصريفها، يعني شغل كلاوات مجرد صرف ملايين. وسعدي حامد: المحافظ والقائم مقام سبب دمار وتراجع الناصرية في ظل المليارات المرصودة. فكانت هاي تعليق الناس حول المشاريع اللي تنفذ بالعراق وراها تنترك.
مستشفى يتنفذ بالعراق وينترك، جسر يتنفذ بالعراق وينترك، نافورة تتنفذ بالعراق وتنترك، مدينة سياحية تتنفذ بالعراق وتنترك، أو بالأحرى مدينة سياحية منفذة من السبعينات تنترك. ليش؟ لأنه هم هذا حالهم. هاي مشاكل العراق، هاي مشاكل العراق لما تشوف أنه عندك مليارات تنترك. تعرفون وين المصيبة؟ ملفنا راح نحكي بيه هسه. العراق واحدة من تسمياتها أرض السواد، لسواد أرضه أو شكلها الأسود من السماء لشدة زحام سعف نخيلة. العراق اللي كان يسمى أرض النخيل، والبصرة بوحدها اللي كانت تشتهر بنخيلها، واللي يقرب 12 مليون نخلة من 33 مليون نخلة كان يملكها العراق قبل احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لبلدنا الحبيبة. العراق كان مشهور بتمرة الطيب وأنواع الجميلة والفريدة. اللي تعرفون إيش قد أكو بالعراق تمر؟ 627 نوع، 50% من هاي أو 50 صنف من أدنى أصناف تجارية. واللي ماكو وقت أذكر لكم 627 نوع، دوروا بالإنترنت تلقوهن. اليوم العراق بلا نخل، ونزل عن عرش تصدير التمور اللي كان العراق متربع عليه لأكثر من 30 سنة. راح يقولوا لي ليش قام يحكي على التمر والنخل؟ لأنه أهالي البصرة صحوا على صدمة كبيرة بمشاهد جديدة لمجزرة نخيل بشارع الوفود بالمحافظة، لأنه بلدية محافظة البصرة أقدمت على قطع أشجار النخيل بالكامل من دون معرفة الأسباب، على الرغم من أنه هاي الأشجار انزرعت قبل سنة واحدة بس، وبأموال كلفت خزينة الدولة 3 ملايين دينار لكل نخلة بحسب أهالي المحافظة. والمقطع اللي أظهر به أنه تم قطع عشرات أشجار النخيل من الجزرة الوسطية بشارع الوفود بمشهد، ثاني من مشاهد تبديد أو هدر المال العام. خلونا نشوف. تعرفون هذا المشهد مبكي لأنه النخلة بعيداً عن رمزها أكو قدسية عند العراقي لهذه الشجرة أو هذه الغرسة أو هذه الفسيلة. طبعاً نروح من البصرة للنجف، ناشط رصد لنا منك حال نخيل شارع المطار ورا ما تم رصد ملايين الدنانير حتى يزرعوها، أنهاها الجفاف بسبب عدم المتابعة، بسبب عدم الرعاية. بمشهد ثاني يبين لكم كيفية إدارة الدولة وحجم الفساد بإنجاز المشاريع وعدم متابعتها. ليش النخلة عندها قدسية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت ليس فيه تمر جياع أهله. ووصف التمر واللبن بالأطيبان. والنخلة ذكرت بالقرآن الكريم في أكثر من موضع، منها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، آيتين 25-26 من سورة مريم. فشوفوا شلون العراق دا يكرم هاي الشجرة المباركة اللي ذكرت بالسنة وذكرت بالقرآن واللي أدها رمزية عند العراقيين. يا حسافة، خلونا نشوف. يقول لك ليش تحكي علينا؟ كل بلدان العالم طريق المطار هو الواجهة الحضارية وتنقل الصورة الجميلة للمحافظات وللبلد. شوفوا طريق مطار النجف الدولي، شوفوا هاي انصرف عليه مليارات. شوفوا النخل، ما حد يسقي الماء هذا، شوفوا كله كان ورود وثيل زرعه. داور شوف، هذا تقريب 4-5 كيلو. شوف المصابيح ولا واحد يشتغل، مليارات صرفوا على هذا طريق المطار النجف الدولي اللي يمثل الحضارة والثقافة والأدب والشعر والمناطق المقدسة. شوف هذا 4-5 كيلو، شوف
منكم حتى ما تقولون اختار مكان مزين. شوفوا النفايات، شوفوا مئات النخيل الخصرة وعليها مليارات، ولا قلب ولا فوق لا جو. النفايات، الوضع، الاشتايقر، والله حرامات فلوس البلد هاي. العراق من 2003 لليوم بس إنتاج التمور دا يتراجع سنة بعد سنة. لما كنا رقم واحد عالمياً بتصدير التمور، لما دا نحكي رقم واحد يعني 10% من الإنتاج العالمي إلى ثمر التمر كان العراق يصدره بوحده. اليوم مرتبته 8 أو 7 أو العام هاي المرتبة، بس أنا ما نعرف إيش قد. لما كان يصدر 10% مو بس تمر، تمر ودبس ومنتجات ثانية وخال، لأن كل كان معتمد بيهن على التمر. طبعاً التمر لما كان يصدر للخارج 10% من الإنتاج العالمي، هاي عملة صعبة ووارد ثاني للدولة غير النفط اللي هم مدى يفكرون به. مو بس التمر، زراعة، الصناعة، أي شيء مكتوب عليه صنع في العراق هذا مورد ثاني للدولة للعملة الصعبة هم ما يفكرون به. ناس لما شافت حال نخيل العراق وهي شجرة اللي كانت رمز إلى العراقيين علقت على هذا الموضوع. يوسف عبد الرحمن يقول بس شارع الوفود، بس شارع الزبير، بس شارع حمدان، بس البصرة كلها قلع وقتل ممنهج. حسام الخياط، عمي سرق عينك عينك وهدر للمال العام كل سنة، يجددون الأرصفة وهدر أموال بس ما حد يحاسبهم على الأسف. أكو شارع بالزبير العام اللي مضى جددوه وسووا له ثي الأخضر وإنارات وزينات، مع العلم البلدية والقائم مقامية تعلم أنه شركة النرجس راح تدخل الشارع، وهسه الشارع كله تم قلعه. وعلاء أبو حسين المشرفاوي يقول عمي شارع حلو كل شيء ما به، هو إيش قد صار له من انفتح؟ لا إله إلا الله. وروني العراقي يقول يعني ما يعرفون يأخذوهم الغير مكان من يكملون يرجعوهن، إيش كم مليار انصرف عليهن، منو يحاسب البصرة تايها بيد السلطة. وأكو دول ما بيها نخيل، استوردت نخيل من هواية أماكن حتى تقدر تستفاد من النخيل. والنخيل العراقي لوفرة الأنواع ولكثرة عدد الأنواع من التمور صدر بعض النخيل العراقي إلى دول الخليج وبعض دول العالم، فكانت أكو دول تشتري منك نخلة مو بس التمر. أما اليوم العراقيين، ما دعش على الشعب، دعش على يحكمون الشعب واللي يدعون أنهم عراقيين، ما دا يفكرون أنه هاي الثروة من دي يجرفوهن راح يخسرون. هاي مشاكلنا، هاي مشاكل العراق. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النخيل كان رمز بالعملة العراقية، والإمام علي عليه السلام يقول النخلة عمتنا. بس هاي الدولة الحديثة، الدولة الحديثة ما تعترف بالبشرية، مو تعترف بعد بنخلة. هي البشرية ما مخلي ما هيئت لها خدمات تهيئ للنخلة. كانت عندنا ناحية ضماس مشهورة بالنخيل مالتها، لزمولك اللي يزرع العشر نخلات تجيب 3 ملايين كهرباء، تركتها الوادم. النخل كل عندنا مات بالنسبة لها ناحية ضماس، النخل مات كله يقصونه، يجيب 4 ملايين. زين هو تمراته كل ما يجينا 1,000,000 دينار يظل يشتغل يطيهم. زين ناشدنا وزاره الكهرباء وزاره الزراعه، اخر شيء تركت الناس الزراعه مالتها عافتها. اللي سمعنا بالسنه ورثة تركنا احنا. زين 4 ملايين مين نعطي كهرباء؟ احنا 20 نخله. يا السبب الدمار، الدمار السبب الدوله حاربته، والسبب مو على يعني الدوله، السبب على الانتخابات اللي مشينا انتخبنا هيك ناس لا ضمير ولا ذمه. اجونا باسم الدين واجونا باسم الانسانيه، طلعوا لا دين لا انسانيه، طلعوا ناس حراميه مصلحتيه. عمار حكيمي عين ابن اخته
بلغت نسيبه وهابي قاتلنا يحل حلقة الشيعة ويروح يخلي ابنقته وزير. أبو علي أبو علي مو يعني هسه أي واحد يفكر يقول لك مواطن بسيط بالعراق يقول لك هم حرامية وجايين يبقون البلد. زين مو هذا التمر بالثمانينات العراق كان يصدر 460 ألف طن، يعني 4 مليار كيلو وشوية، يعني مو كلها فلوس. ليش حرموا البلد من هاي الفلوس اذا هم حراميه؟ يقول لك لا انا اهتم بها حتى اخذها وابوقها. هذا السؤال اللي ينطرح. حبيب الذهب الاسود النفط العيداني مقفده داقل صدر تصدق كذب النفط الاسود سلبوا سلب يا نخل. احنا ما نريد النخل لا نريد الذهب الاسود لكم. اعطونا بس ماي راحونا بس بالانسانيه جنا خدم من جينا من غير دوله راحونا بالجنوب راحونا كنا بنجلاديش راحونا رحموا بحالنا الله يرحم حالكم. بس لا دين ولا مذهب الله وكيلك والله كذاب غشون الله وكيلك غشونه ونعلى على والده بعد الاخر انتخابات الا قصص ليش تعمل حق الجنوب ما ولا هم ما يريدهم. والدليل الواضح في الاخ السياسي يروح للجنوب اذا ما يضرب بنا ان يضرب بالقنادر ليه طلع عرفه روحهم كذابه بعد ما يواجهون الجنوب. نعم كذاب الله وكيل. نعم شكرا لك ابو علي. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا غير ذكر النخل بالقران الكريم اكو قول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اكرموا عماتكم النخلات. نعم احنا بقى النخلات شوف بالعالم كله نجيب 666 نوع نخل نوع تمر. سبحان الله كل 666 نوع موجود بالعراق. واحد والله على نفس النخل هذا الشان العراقي يعيش عيشة دولة من ثلاثة أيام. انت شفت هذا شارع المطار يعني مو فقط النخل المريض. انت شفت الجزء الوسطي التمر هذا النخل شلونه؟ يعني حتى هذا المؤخذ المقرنص ما نخلي هذا شارع مطار ما شايفه. نعم. كل تراب وكل قصات وكذا. من كان عندنا نزور في محافظ النجف جابوا هذا كان باسمه الخليج. هذا اللي اكبر بنايه يقلبها يمتص اليد يسوي حساسيه مفرطه يسوي سرطان على كل يشفط الاكسجين يكسر الاكسجين الكربون عكس كل الرجال. يعني تجي من يجر عوام ما يطلع عن خلي يطلع عن تدعين فيها 10,000 شجره والخليج كله طالع فيها بلاش على مدي موتونه. نعم. يجي يسجل هذا الاجر كربله 70 مليار دينار يعني 50 مليون دولار وقتها. هو شنو اللي يصير صح لهالشغل؟ إذا هم محتاجة حاليا بالانتخابات ما نجاح المحافظات حتى يغطون سرقاتهم. إذا هم محتاجة حاليا بالمشروع سكين بين إيران والعراق حتى شنو ياكلون طريق الحرير حتى ميناء الفاو مثل ما قال اطلق عليه حفاظ الرحمة. يعني أدري الشعب العراقي ليش ما يستفز على الأقل بس أطلع مظاهرات ما يخلي لا السوداني ولا غيره يوقع اتفاق في المقابل هم يقتلون بينا يدخلون مخدرات وقاطعين علينا الماي يصيحون ذولا ربعنا قطر شقيق لك يا قطر شقيق يصيحون شيعه لك يا شيعه والله العظيم يجلس الهندوس عشرات من عندهم تكلون الشعب العراقي ويطلع يقول انا لا بد أن أعطش الشعب العراقي من تكتلت الشعب العراقي. شكرا. نعم شكرا لك أبو زينب. تشتهر أغلب الدوائر الحكومية العراقية بطابع البيروقراطية والعمل بالروتين المفرط اللي خلى المواطن العراقي يكره اللحظة اللي يضطر بها أنه يراجع واحدة من هاي الدوائر. واللي زاد الطين بلة هو تخلخل منظومة المؤسسات العراقية بالعقود الأخيرة بشكل كبير، عدم وجود ضوابط رصينة تلزم الموظف أن يتعامل وفق أساسيات موحدة والسلوكيات المطلوبة وتجعل المواطن يعرف اللي عليه فعلا أو إحضاره وياه حتى يتمم هاي الإجراءات بسرعة. إضافة عدم وجود رادع قانوني حقيقي يمكن المواطن
أن يستخدمه ضد الموظف المقصر بأداء مهامه. هاي المعاناة والمزيد أكثر عنها خلال مراجعة الدوائر الحكومية راح تشوفوها بسياق الانفوغرافيك اللي أعد قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين تحت عنوان الدوائر الحكومية في العراق بيروقراطية وفساد ينهك المراجعين. خلونا نشوف. سبعة آلاف توقيع، سبعة آلاف ختم، يختموا لك بالعقارات، تبقى بالعقارات، تروح للبلدية يومين تباك، تصعد تنزل، تصعد تنزل، طب مدير ارجع مدقق، ارجع بحث، ارجع مدري شنو. هاي خريطة ملعب الشعب بيان، بعد فوقها أختام، بعد فوقها راح تجي أختام 10 20 30 ختم ما تدري. اليوم تموينية البصرة على التدقيق، حاسبة واحدة وشوف السرج طولة وشباك واحد. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. حذر مراقبين ومدونين وصحفيين من تبعات افتتاح رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني طريق الاقتصاد العراقي مشرع أمام الهيمنة الإيرانية عبر ربط البصرة السككي بين الشلامجة واللاذقية، وأجمعوا على أن السوداني تعهد أمام المرشد الإيراني علي خامنئي بأول زيارة إلى طهران وراء أسابيع من ترأس الحكومة أن يجعل العراق أكبر سوق بالمنطقة للبضاعة الإيرانية ويفتح الأراضي العراقية لاستراتيجية طهران بالإطلالة على المتوسط، بتناقض ويا تصريحات السوداني نفسه المنتقدة لمشروع الربط السككي اللي أطلقها قبل سنوات، ويمثل الربط اللي وضع حجر الأساس إليه من قبل رئيس الحكومة الحالية ومسؤولين إيرانيين اليوم السبت الثاني من أيلول أهمية كبيرة لإيران حيث يكسبها مزايا من السيطرة على الأسواق بالعراق وسوريا وباقي المنطقة. ولهذا السبب تصدر الترند العراق اليوم هاشتاغ ربط الإطار السككي يقتل العراق، وجبنا لكم بعض التغريدات على منصة إكس. سالار علي غردت فيما مضى عندما كان السوداني نائب كان أشد المعارضين على مشروع الربط السككي بين دول الجوار، أما اليوم في ظل تسنمه منصب رئيس الوزراء سارع بوضع أول حجر أساس لمشروع الربط السككي، وقال إن المشروع يشكل ركيزة وطنية في بنية الاقتصاد الوطني. جواهر الأسد يقول السوداني 2021 الربط السككي يقتل للموانئ، 2023 يضع حجر الأساس للربط السككي ويؤكد أهمية المشروع قبل السلطة شيء وبعد السلطة شيء آخر. ومنتظر فلاح وزير النقل السابق عامر عبد الجبار في تصريح سابق له الربط السككي مع إيران أو أي دولة مجاورة يعني رصاصة الرحمة على ميناء الفاو. وتغريدة أخرى من علي مجيد هاشتاغ الإطار لا يهمه الشعب العراقي بل تهمه دولة إيران أكثر من العراق، هاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاغ ربط الإطار السككي يقتل العراق، جبنا لكم إياها حتى نقراها بعض الشيء. رسائل واتساب اليوم ما وصلني شيء، لكن إذا لاحظتوا اليوم اللي احنا طلعنا قتل نخيل وتجريف بساتين أو أشجار نخيل، مشاريع وهمية أو مشاريع مكتملة لكن ورا شهرين ثلاثة صارت هي عبارة عن مشاريع مهملة، مشاريع
وهمية غير موجودة أو متلكئة اللي انصرفت كل فلوسها ولحد الآن كل شيء ماكو، وفي بلد العراق اللي معتمد ب 90% على تصدير النفط في ميزانيته بأزمة وقود. هاي أربع مشاكل هن جزء بسيط من مشاكل العراق، لأنه إذا أريد نحكي بمشاكل العراق بحلقة واحدة يراد لنا أسبوع وما نخلص. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. انتظرونا، في أمان الله.